هلا رح نعمل بقى السلطه الفلسطينيه على طريقتها الغزه بس بشكل صلصه وعن جد اكله. رح ناخذ اول شيء المدق لحتى نهرس الثوم وندقه مزبوط. عندي هون الثوم، كالعادة رشة ملح صغيرة فوق الثوم لحتى ينهرسوا معنا بسهولة. رح نضيف فوقهم رقائق الفلفل الحار تشيلي فليكس. إذا بدكم تحطوا، إذا ما كان عندكم ما كنتوا عم تلاقوا التشيلي فليكس، استعملوا الحار الأخضر أو الحار الأحمر ودقوه مع الثوم كمان بتطلع طيبة. هلا عم نعمل شيء مثل الدريسنج للسلطة، طيبة الحدودية فيها، إذا ما بتحبوا الحد شيلوهم. المطبخ الفلسطيني كتير طيب، بيستعملوا السماق منيح، بيستعملوا زيت الزيتون، بيستعملوا الزيتون، تقريبا قريب ل يعني بلاد الشام كل أكلهم قريب لبعضهم البعض، بس عندهم نكهة مميزة. هلا رح نضيف عصير الحامض أو الليمون فوق الثوم، رح حط شوية زيت زيتون، حتى زيت الزيتون الفلسطيني كمان كتير طيب. حالكم بهالطريقة عم نعمل الدريسنج تبعنا كله هون. هلا الليمون رح نعصره بهالطريقة. حتى تصير عندي صلصة سميكة. وعندهم أكلات بالمطبخ الفلسطيني كتير مشهورة، شايفين كيف صار عندي هون مثل الصلصة، شوية زيت. وعندهم أكلات كتير مشهورة بفلسطين مثل المقلوبة، مسقعة القلقاس، الفلافل، الحمص، بس هدول الأكثر العالم بتعرفون. أنا اليوم عم بعمل شغلات ما حدا كتير سمعان فيهم لحتى نتعرف أكثر على المطبخ الفلسطيني. حتى بيعملوا الفتة مجدرة نفس الشيء تقريبا. مكعبات هيك لا لون كتير ناعمين ولا خشنين، وسط تقريبا. بهي الطريقة. هلا رح نجيب طاسة أو بول وسماق لحتى نخلط السلطة. المطبخ الفلسطيني بيستعملوا كتير سماق، والفروج المسخن كمان بيعملوه في فلسطين، وبطريقتهم لهم طريقة غير، بدخلوا حبة الدجاج كلها مع البصل والسماق، عن جد أكلة. هلا حطينا البصل، رح نحط هلا السماق، ونخلطهم كلهم مع بعض. عم نعمل مثل تقنية الفتوش، بنخلط البصل مع السماق، بس هون البصل ناعم. رح اضيف رشة ملح صغيرة فوق البصل لحتى يبلش يشتغل هو السماق. عظيم. عم بستعمل هون كذا نوع بندورة، رح نقطعهم كمان مكعبات. إذا بدكم تهرسوها للبندورة ما بيأثر. بهي الطريقة
كمان البندورة عندهم اياها طيبة، بتطلع مثل بندورتنا البلدية الكبيرة الحامضة. ظل عندكم شوي من الكعب، رح استعمل البزر تبعهم، انا بدي عصير حتى نعمل الصلصة. اذا عندكم بندورة حمراء بكفي، بندورة بلدية ما بدها نوع تاني، بس انا هون مشان اعمل شوية الوان عم استعمل كذا نوع. اهم شيء ما تكبوا المي تبعت البندورة، انا راح تعطيني هي كمان شوي من الدريسنج، دريسنج يعني مرقة السلطة. في مصطلحات نحكيهم بالمطبخ لانه معودين عليهم وصاروا تقريبا عالميات، يعني وين ما رحت باي كتاب او باي مطعم صرتوا تلاقوهم، مثل انواع التقطيعات كمان هن بالفرنساوي، بس كل المطابخ بيستعملوهم باللغه الفرنساويه. هلا رح نضيف بقى فليفله مخلله، فليفله مخلله بس حبه، اكله مع السلطه. رح نقطعهم بهي الطريقه، تعطيني حموضه مع حدديه اطيب من هالابينو. هلا اذا ما كنتوا عم تلاقوا هاي الفليفله استعملوا الهالابينو وبيأثر. نبلش بقى نخلط السلطه تبعتنا. رح نضيف الدريسنج او مرقة السلطة عليه هون. شايفين شكلها مثل الصلصة عن جد، لازم ادوق لحتى اعرف وين انا. عن جد أكلة الحرورة اللي فيها كتير طيبة. رح أضيف شوية ملح، فيها طعمة حموضة من الليمون، البندورة عم بستعملها عندي فيها طعمة حموضة كتير طيبة. هلا آخر مرحلة بقى، رح نضيف عندي هون الشبت أو الدل أو نحن بنقول له الشمرة بهي الطريقة. وإذا بدكم ما تفرمون تعيفون على الوش كمان بيصير. عليهم ومنخلط. قبل ما نقدم رح فرجيكم طريقة كيف في نعمل فينا الخبز العربي على شكل الناتشوز. رح استعيذ هلا بسكين منشار حتى أحسن أقطع الخبز. عندي صينية، رح جيب صينية مباشرة حتى ندخل الخبز على الفرن. الفرن درجة حرارته حوالي 180. رح نقطع الخبز بهالطريقة بالنص، بعدين الرباع، بعدين لمثلثات صغيرة، والآخر رح نفكهم من هون حتى يصير عندي هالشكل مثلث. استعمل خبز بايت قديم، افضل ما استعمل خبز تازة عشان يطلع يتحمص بسرعة. نفتح حبة الخبز بهذا الشكل ومنطبقهم بهي الطريقة.
ما في أطيب مطبخنا العربي، عنا كل المكونات وفينا نعمل منه مليون شغلة. رح أخذ زبدية صغيرة، فرشاة صغيرة، رح نحط زيت زيتون، أطيب شيء زيت الزيتون على الطريقة الفلسطينية. دهنة زيت على السريع، ما بدنا أكتر، بس هيك نطعمهم نكهة زيت زيتون على الخفيف. السلطة والصلصة والسلطة بتتبل هيك، ناخد منها طعمة أكتر. أنا بحب السلطة زي خاصة عندي مثل هيك سلطة. إحنا عنا بحلب بنعمل سلطة اسمها سلطة الحلوة، معمولة من بندورة وبصل وزيت وكمون بس فقط لا غير. حطها بالبراد 3-4 ساعات لحتى هيك تتخمر اكثر وتطلع طيبه. وفي اكله اسمها بندوره مخمره كمان بنفس الطريقه مع السماء والنعناع. رح ندخل الخبز على الفرن لحتى يتحمص، وانا مجهز شويه خبز محمص من شوي وطالع عندي بهذا الشكل. نحط جبنة هيك. وصلنا للمرحلة النهائية ورح أفرجيكم كيف رح نقدم الصحن. هلا رح نسكب الصلصة عندي هون مع المرقة تبعتها. رشة زيت زيتون، عرقين من الشبت أو الدل هيك بهالطريقة. هنطبق حبات الخبز اللي عنا. أحلى سلطة أو كوندمنت فيكم تقدموهن لضيوفكم وكله بنكهة عربية. هاي السلطة الفلسطينية طريقة أهل غزة صارت جاهزة.